في كتاب الواضح في النشاط العلمي للسنة الثالثة من التعليم الابتدائي أقوم تعلمتي، صفحة 51. نفس صفحة 51 أقوم تعلمتي. التمرين الأول، ألاحظ الصورة وأحدد المشكل الذي يعاني منه هذا الطفل. هذا الطفل لاحظ هذه الصورة، ما هو المشكل الذي يعاني منه هذا الطفل؟ نلاحظ المشكل هو السمنة، إذا نكتبه السمنة. أطرح سؤالا يتعلق بما ألاحظه. ما ألاحظه؟ السؤال ممكن الذي نطرحه، ما هو سبب السمنة؟ ما سبب السمنة التي يعاني منها الطفل؟ أستثمر معلوماتي لأقترح حلا للمشكل الذي يعاني منه هذا الطفل. الحل سيكون تناول أطعمة صحية بكمية مناسبة وممارسة الرياضة بشكل مناسب دائم. إذا تناول أطعمة صحية بكميات مناسبة، ممارسة الرياضة بشكل منتظم. تمرين ثاني، جيكري لي شيفر دو ان ا سات بور كلاسي سي زاليمون سولون لي سات جروب داليمون. جيكري، اكتب لي شيفر دو ان ا سات، نكتب الارقام من واحد الى سبعه. بور كلاسي سي زاليمون، لارتب هذه الاطعمه او هذه الاغذيه selon les sept groupes، حسب المجموعات السبع للأغذية المعروفة عندنا. إذن هنا في هذا الرسم عندنا مجموعة من الأغذية، المجموعات السبع كنا لاحظنا قريناها في الدرس السابق. هذه هي المجموعة السبع، في المجموعة الأولى وهي مجموعة النشويات، هي مجموعة عفوا مجموعة المجموعة مجموعة الغازات الغازية. في هذه المجموعة أتناول أشرب الماء بكثرة، إذا تضم المشروبات الغازية المشروبات المعدنية. المجموعة الثانية هي مجموعة النشويات، هي الخبز والبطاطس، هذا أتناوله عدة مرات في اليوم. المجموعة الثالثة هي مجموعة الخضر والفواكه، هذه الأطعمة أتناولها على الأقل مرة في اليوم. المجموعة الرابعة هي مجموعة الحليب ومشتقاته، وهذه الأطعمة أتناولها يوميا. المجموعة الخامسة وهي مجموعة اللحوم وبدائلها، هذه الأطعمة أتناولها مرة واحدة في اليوم. والمجموعة السادسة وهي مجموعة الدهنيات، فيها الزيت والزبدة، وهذه الأطعمة أتناولها أحيانا. والمجموعة السابعة هي مجموعة السكريات، فيها السكر والعسل، وهذه الأطعمة أتناولها أحيانا. إذن نرتب الآن هذه الأطعمة حسب هذه المجموعات. إذن
شاي عندي هنا، الشاي هو في المجموعة الأولى، هذا رقم واحد. اثنان، هذه أضع، هذه المجموعة الثانية، مجموعة النشويات، أضع رقم ثاني. ثلاثة قلنا هي مجموعة، المجموعة الثالثة هي مجموعة الخضر والفواكه، إذا هذه الفاكهة أضع رقم ثلاثة. الحليب ومشتقاته المجموعة الرابعة، عندي هنا الحليب، أكتب رقم أربعة. ثم المجموعة الخامسة هي مجموعة اللحوم وبدائلها، إذا الدجاج هنا أكتب رقم خمسة. والمجموعة السادسة هي مجموعة الزيوت الدهنيات، إذا الزيوت أكتب الزيت رقم ستة. والعسل هو في المجموعة السابعة، إذا أضع رقم سبعة. تمرين ثالث، أكتب صحيح أو خطأ في الخانة المناسبة. أتناول اللحوم خلال كل وجبة غذائية، هذا خطأ. أتناول الخضر والفواكه خلال كل وجبة غذائية، نعم صحيح. أتناول الأغذية الدهنية بكمية قليلة، لا، نعم صحيح صحيح. أتناول النشويات خلال وجبة الفطور فقط، لا، هذا خطأ. وفي الأخير نأتي إلى نهج تقصي، تقويم نهج تقصي. عندنا تمرين نقرأه. في ليلة باردة جدا، تناول أفراد أسرتي اللبن الرائب وعصيدة تم طهيها على نار موقد الفحم في غرفة مغلقة، أي تم طهيها بمعنى طيبها في مجمر في على نار موقد الفحم في غرفة مغلقة، وناموا جميعا داخل هذه الغرفة، من سلام من طيب ونعسوا في هذه الغرفة. استيقظ الأب في منتصف الليل من شدة صداع الرأس والدوار، ففتح النافذة لتهوية الغرفة. إذا بقى يضرو الراسو فاق في الليل، فتح النافذة لتهوية الغرفة، يعني لماذا فتح النافذة لتهوية الغرفة؟ سؤال، كيف أفسر سبب الصداع والدوار عند الأب؟ السبب هو موقد، لأن موقد فحم المشتعل كان في غرفة مغلقة. أشطب الافتراضات التي لا تناسب سبب صداع الرأس والدوار. إذن عندي هنا مجموعة من الافتراضات، أشطب على التي لا تناسب. العصيدة مثلا لا تناسب، احتراق الفحم نعم يناسب، العصيدة واللبن لا تناسب، أشطب عليها، اللبن لا تناسب. أعلل، السبب هو موقد الفحم المشتعل الذي كان في غرفة مغلقة، وأيضا هو انتاج وانتشار غاز سام ناتج عن احتراق الفحم في غرفة مغلقة.
إذن ونأتي أخيرا إلى نهاية هذا الدرس، شكرا على انتباهكم.